بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة هنتكلم عن راني فوار لعلاج ارتجاع المريء، ويعتبر فوار راني من أشهر الأدوية التي تعالج صعوبة الهضم والانتفاخ وعلاج ارتفاع المريء ارتجاع المريء والنزلات المعوية، حيث يحتوي على المادة الفعالة رانتيدين التي تعتبر من مضادات الحموضة. ايه هي الدواعي الاساسية لاستعمال راني؟ اول حاجة علاج حالات النزلات المعوية، بعد كده علاج ارتجاع المريء، بعد كده علاج حالات قرحة المعدة، يدخل في علاج التهابات المريء وقرحة الاثنى عشر، يستخدم في علاج الانتفاخ وعسر الهضم، يقلل من الاصابة بالقرحة التي قد تحدث نتيجة التوتر، الحماية من مرض اليسون زولينجر اليسون، يعادل درجة حموضة المعدة، يحمي من مرض مندلسون، الحماية من نزيف المعدة الناتج من التقرحات في المعدة، يستخدم بعد العمليات الجراحية. بالنسبة لموانع استعمال راني، طبعا بالنسبة لموانع استعمال راني يمنع استخدامه اذا كان المريض يعاني من حساسية مفرطة تجاه مكونات الدواء الأساسية، يمنع استعماله في حالة الحمل والرضاعة، يمنع استعماله في حالة وجود خلل في وظائف الكلى والكبد، يمنع استعماله في حالة البورفيريا، ويمنع استعماله مع أي أدوية أخرى إلا بعلم الطبيب، لأنه يتعارض مع الكثير من الأدوية. طيب بالنسبة للآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث نتيجة تناول راني فوار، يجب أن يتم استخدام الفوار تحت إشراف الطبيب ولا يتم الإفراط باستخدامه، لأنه قد يسبب كثير من الآثار الجانبية التي تختلف من شخص لآخر، وخصوصا في الفترة الأخيرة فإنه قد منع استخدام الفوار في مصر. قد يسبب صداع شديد وصعوبة في التنفس، وقد يسبب العقم في حالة الاستخدام الخاطئ، ويسبب تشويش الرؤية، يؤثر على كفاءة الجهاز العصبي، يسبب اضطرابات في الكبد وفعالياته، يسبب التهاب في الكليتين وارتفاع ضغط العين، يسبب خلل في مكونات الدم سواء كانت كرات دم حمراء او بيضاء او صفائح دموية، يحدث الكثير من الاضطرابات في الجهاز الهضمي والتي قد تسبب القيء او الغثيان او الاسهال او الانفاق، يسبب حدوث فقر دم، يسبب الصلع، يسبب احمرار الجلد وشعور بالحكة، يسبب ضعف جنسي، يسبب التهابات رئوية، يسبب الام بالمفاصل والعضلات. وفي حالة الظهور اي من هذه الاعراض يجب التوقف عن تناوله والتوجه للطبيب فورا. طيب ما هي جرعة راني المعتادة وكيفية حفظه؟ الفوار عبارة عن كيس يحتوي على 150 ملي جرام، يتم افراغه في نصف كوب ماء يتم تناوله. اما اذا كان يتم تناوله علاج قرحة المعدة والاثنى عشر، يتم تناول كيسين يوميا صباحا ومساء. يتم حفظ الفوار في درجة حرارة الغرفة بعيد عن متناول الاطفال. سعر فوار راني، يتوفر الفوار في الصيدليات، العلبة تحتوي على 6 اكياس فوار راني بسعر 4.5 جنيه مصري، وهو سعر زهيد جدا نظرا لانه وجدوا ان هناك اشتباه بان يكون فوار راني يحتوي على مواد مسرطنة او يوجد احتمال ان يسبب السرطان. قامت وزارة الصحة بسحب فوار راني من الاسواق، واشار الى ان هناك كثير من البدائل تقوم بنفس دور ومفعول راني. ومن امثلة هذه البدائل فوار الفاكهة الذي يتوفر في الصيدليات
بشكل كبير بسعر الكيس جنيه واحد. وكذلك أقراص البوريفيريا يحتوي الشريط على 10 أقراص بسعر 5 جنيه. وكذلك أقراص الديسفالاتيل يحتوي الشريط على 10 أقراص بسعر الشريط 7 جنيه. بالنسبة لفوراني ما كملناش الكلام عليه. فوراني هو دواء يستخدم في حالة الشعور بالحموضة في المعدة، كما انه يكون سبب في علاج مرضى ارتجاع المريء والذي يكون عرضة له. يستخدم الفوار في حالة الشعور بالحموضة في المعدة كما انه يكون سبب في علاج مرضى ارتجاع المريء والذي يكون عرضة له الاشخاص الذين يعانون من صعوبة في البلع او تناول الطعام بطريقة غير صحيحة، وايضا عند الشعور بعسر الهضم. بالنسبة لدواء راني فوار، عبارة عن اكياس من الفوار، كل كيس منها 150 ملغ، يعالج الكثير من حالات صعوبة الهضم وحموضة المعدة، ويكون سريع المفعول للتخلص من قرحة المعدة. هو يصنف من الادوية التي تعالج مشاكل الجهاز الهضمي، فهو غني بالفوائد العديدة ولكن لا يمنع من تواجد اضرار كثيرة له يمكن ان نأخذ الحذر منها. دواعي الاستعمال: علاج قرحة الاثنى عشر، علاج سريع لالتهاب المريء وارتجاع المريء، علاج التهابات قرحة المعدة الناتجة عن اجراء بعض العمليات الجراحية، يقلل من النزيف الناتج من اصابة قرحة المعدة، يعالج زيادة الحموضة التي تصيب المعدة، يعالج نزلات البرد المعوية التي يتعرض لها الاطفال، يعالج التهابات المريء التقرحي، يتخلص من عسر الهضم، وعلاج قرحة المعدة البسيطة. الجرعة المسموح بها هي تناول كيس فوار يوميا او على حسب ما يصف الطبيب. الاثار الجانبية لدواء راني فوار: تناول عقار راني فوار بكميات كبيرة يكون سبب في بعض المشاكل الصحية، حيث انه يؤدي لمضاعفات وزيادة سوء حالة المريض، ولذلك يجب على الجميع تجنب بعض الاثار الجانبية التي تظهر نتيجة تناول فوار راني، مثل شعور بصداع وحدوث بعض الالتهابات في البنكرياس. وزيادة استخدام هذا العقار تؤثر على الكبد ووظائف الكبد، يمكن ان يؤدي الى العقم، وله تأثير سلبي على الجهاز العصبي وعدم وضوح الرؤية. يوجد به مادة الزنتاك التي تكون سبب في التهاب الكلى، زيادة في ضغط العين، يؤدي للصلع وظهور طفح جلدي. موانع الاستخدام: يمنع تناول المرأة الحامل والمرأة المرضعة، حيث يكون خطر على الجنين والرضيع، ويؤدي لإفراز في لبن الأم، ويكون سبب في تشكيل خطر على صحة الجنين. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.